خد احنا هنا تعقف. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد عبد المجيد، مربص النجع المداب. قابلت الرئيس قلت لي سنة، قلت له هو قال لي سنة كم؟ قلت له سنة رابعة. عندي كم سنة؟ 7 سنين. غير قال لي، قلت له تحيا مصر. أكيد بغير قال لي راح إسمرية بتروح مدرسة؟ بقول له أيوه. قال لي شاطر بري؟ قلت له شاطر. أكيد غير قال لي تعالوا نصور مع بعض؟ قلت له يلا. شكرا. يحيى ياسين عمر من أبناء غرب أسوان، القرية المحظوظة اللي زارتها اليوم سيادة الرئيس والرفق والوفد المرافق ليه. والنهاردة بالنسبة لنا كغرب أسوان بصراحة كان يوم تاريخي، وكان يوم سعيد بالنسبة للأبناء وللبلد كلها. كانت الناس منتظرة، ولما سمعت ان الرئيس هيجي في محنة زي كده، الناس طبعا كانت متوقعة بس ان يجي ما يجيش، لكن لما تأكد الخبر وجه كانت الناس يعني تقدر تقول يوم عيد، وكانت الناس مبسوطة. واللي شارك واللي اتكلم مع الرئيس ما حسش بان هو بيكلم سيادة الرئيس، حس ان هو بيكلم اخوه، بيكلم ابوه. وهو طبعا وصل الحاجة دي للناس اللي بيكلمها، بيكلمهم بتلقائية، بيكلمهم بكل ود وحب، وتحس الناس يعني كانت مبسوطة جدا يعني. وأظن الرئيس برضو كان مبسوط، وكان طبعا شرف كبير لينا ان هو جه. والناس طبعا اتكلمت معاه في حاجات كتيرة بالنسبة للطلبات والحاجات اللي هي كانت يعني مطلوبة في عدة حاجات كده كانت مفروض يعني تتعمل، ووعد وحاجات يمكن خدها فوري انها تتعمل. وطبعا احنا عارفين الرئيس لما يوعد بيوفي. وطبعا وصلته الرساله ان احنا كاهل غرب اسوان مضرورين بشكل كبير في المباني اللي هي اتهدت ان كان كلي او جزئي، وان شاء الله ووعد ان حياه كريمه هتخش هنا في غرب اسوان وهتعمر كل الناس اللي اتضرت. وده كان خبر جميل، ويعني متفائلين خير. وكان شعور ما اقدرش انا اوصف لك يعني. كانت الناس هتبص كده في وشوش الناس واللي كانت موجوده، كنت هتقول فعلا الناس دي مبسوطه، لان ايه الصوره كانت يعني بتتكلم عن نفسها من غير. انا اسمي فاطمه حسن محمد. انا النهارده قابلت السيد الرئيس الجمهوريه، ومش مصدقه انه كان هيزورنا وكده، وانا متفائله بزيارته ومبسوطه خالص 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 بزيارته. هو شرفنا واستقبلناه وادينا له الضيافه بتاعه، وهو يستاهل كل خير. وشاف بيتنا على الطبيعه، انه هما يعني صراحه عملوا لي البيت وبنوا لي وعملوا لي كل حاجه. وانا اشكر حياه كريمه واشكر المحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي كريمه محمد دهب، من قريه غرب اسوان، نجع جعلاب. النهارده كان يعني بالنسبه لنا فرحه كبيره قوي، ما كناش مصدقين يعني بقالهم كام يوم يعني بيقولوا لنا الرئيس جاي واحنا مش مصدقين. بصراحه اول مره يعني رئيس يجي يزورنا في غرب أسوان، والحمد لله. يعني اللي حصل معانا ده خلى كل يتعاطف معانا. يعني يوم السيول ده الناس ما كانتش لايقه، يعني الناس اللي عامله خرسانه ممكن يكونوا يعني يتحموا شويه، انما طبعا غرب أسوان يعني بلد كبير كذا النجع يعني. فالسيل ده يعني اول مره السيول الشديده دي يعني هدمت على البيوت كلها، والحمد لله. نشكر كل واحد يعني ساهم في بناء او تجديد البلاد ده، ويعني يبنون حاجات حلوه يحمينا من بعد كده من السيول وكده.
بدينا هون.